دعني أقول، هناك من كتب عبارة أفضل السعودي على السوري على الإيراني، يعني هذا الكلام البذيء والمبتذل الذي يعني يصف شعبا بحاله، هذا خطاب يعني لا أتكلم به، يعني لنترفع عن الكلام ضد العنصري ضد أي شعب في أي دولة عربية أو غير عربية. يعني أنا أتكلم ضد الأنظمة إن كانت في السعودية أو في قطر أو في، ولا يجب، أو في سوريا أو في الأردن، ولا يجب أن نقول أي كلمة قد ينم عنها على طريقة 14 آذار منحا عنصريا أو طائفيا. وأنا أتعجب خصوصا يعني في لبنان، بالرغم من أنني من معارضي النظام الإيراني، وأنا مع حق، لأكون واضحا يعني أنا مع حق الشعوب في قلب كل الأنظمة، وأنا مع قلب الأنظمة كلها في كل الدول العربية وحتى في إيران طبعا، يعني حتى لا يقال بأنني أدافع عن النظام، يعني لا رغبة لدي في إطالة عمر أي من الأنظمة العربية أو في إيران يوما واحدا أبدا. أما بالنسبة لتفضيل السياسة السعودية على السورية والإيرانية، يعني أقول ماذا تفضل في السياسة السعودية؟ حلفها الوثيق مع إسرائيل يعني؟ لأنه لا أرى في السياسة السعودية الخارجية إلا هذا، خدمة إسرائيل بشتى الطرق يعني. ولكن أنا أعول على غباء آل سعود وعلى فطنة الرأي العام العربي الذي لم يثق يوما بهذه السلالة التي جرتنا إلى ويلات في أكثر منطقة في العالم، والتي أشعلت حرب اليمن، وذلك من أجل تسهيل مهمة إسرائيل في حرب 67. بالنسبة إلى وليد جملاط والسؤال، يعني ربما من الأفضل رفاق في جمول أن تكتب الأسئلة حتى أرد عليها يعني تباعا. بالنسبة إلى وليد جملاط، أنا أطالب باليسار في لبنان بأن يكون هناك حملة، وهي يعني من قبل جمول، من أجل العزل السياسي، كما رفعنا شعار عزل السياسي لحزب الكتائب في عام 75، يجب أن نطالب بعزل كل شخص في لبنان بينت وثائق ويكيليكس عن تحريضه وخدمته لإسرائيل في عدوان تموز على لبنان. وهذا ينطبق على عدد من السياسيين: وليد جنبلاط، لياس المر، مروان حميدي، محمد خليفي، مين كمان نسينا، بطرس حلب. على أقل تقدير، على أقل تقدير هؤلاء، لأن هناك أدلة واضحة ضدهم. يعني هذا لا يجب، وهذا ينطبق على حزب الله، لا يجب على أي شخص، على أي شخص يؤيد المقاومة ضد إسرائيل في لبنان وفي غير لبنان أن يضع يده بيد وليد جنبلاط مرة أخرى أبدا. لا يجب أن نثق أبدا بوليد جنبلاط بالرغم مما يقوله هذه الأيام. بالنسبة، لا أنا أنه لم أنسى نايلة معوض وغيرنا، وطارق متري وغيره، لم أنسى أحدا، ولكن على الأقل يعني حتى في المنحى القانوني بالنسبة للأشخاص الذي ذكرت، هؤلاء كانوا يقومون بالتحريض. يعني وليد جبلاط وبطرس حرب ومروان حميدي وليس المر كانوا يحرضون إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم. يعني هذه تهمة يعاقب عليها القانون، القانون يعني ليس في هذا مسحة. ولكن ماذا أقول لكم؟ إن السياسة اللبنانية من قبل 14 و8 آذار قذرة إلى درجة بأنني أتوقع أن أرى يوما يضع فيه نواب من حزب الله يدهم بيد الياس المر ووليد جنبلاط ومروان حميدي والشلة كلها. يعني أنا امتعضت شديد الامتعاض بعد أيام فقط من نشر وثيقة دامغة لويكيليكس، كيف أن محمد رعد زار وليد جنبلاط وقبله على وجنتيه. هذا يزيد الضغط على فريق جمول اليساري المقاوم من أجل أن يطالب بعزل كل من أدين بتحريضه إسرائيل لارتكاب مزيد من الجرائم. يعني لا نثق بأن حزب الله سيفعلها، لأن له من الارتباطات السياسية مما لا يبشر بالخير، وهو خاض انتخابات نيابية مرة على نفس القائمة مع تلك السيدة التي كانت تعد الأطعمة لأريال شارون. لهذا لنطالب نحن بفرض العزل السياسي على كل تلك الشلة. عدة أسئلة إلى الرفيق
أسعد، ماذا سيحدث للمقاومة في حال سقوط البعث في سوريا؟ ماذا تقول في سكوت المنار والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في ما يجري في سوريا؟ ما رأيك في الهجمة على عزمي بشارة من قبل ما يسمى بالإعلام السوري؟ والسؤال الأخير، البحرين إلى أين؟ وشكرا. السؤال تكرر وهو أحيانا أسأل عنه، يعني لماذا أنا أنتقد 14 آذار أكثر من 8 آذار؟ هناك من بعض رفاقي في اليسار الذين يقولون بأنهم ضد 8 آذار وضد 14 آذار على حد سواء، وأنا أقول لهم ولهن بأنه لا نستطيع المساواة بين الفريقين على سوء 8 آذار وفساد 8 آذار، ولا يمكن لي أن أؤيد أي من فصائل 8 آذار وأن أقول كلمة مديح بحقهم. هذا لا علاقة له بتأييدي للمقاومة التي كانت أنجح مقاومة في تاريخ الصراع الإسرائيلي في حرب تموز. أقول لا يمكن أن تقول بأنه يجب أن نساوي بين الفريقين. لماذا؟ يعني ببساطة شديدة، هناك فريق 14 آذار هو فريق إسرائيل في لبنان، وهذا الأمر لا لبس فيه بعد اليوم. وهناك فريق 8 آذار، قل فيه وقولي فيه ما تشاء، هو طائفي وفاسد وحقير وغير ذلك، ولكنه يعني ليس فريق إسرائيل في لبنان. يعني تريدون مني أن أقول بأنه أنا على نفس المسافة بين فريق إسرائيل في لبنان وبين فريق يعني وبين فريق طائفي ورجعي وغير يساري وفاسد؟ طبعا لا. يعني ليس لدي من اي محبه لمحمد جواد خليفي او ميشيل عون او ارسلان، وحتى ولميشيل عون لم اقل كلمه مديح، لان الحركه التي يمثلها تعاونت في الماضي مع الصهاينه في امريكا، ولكن ليس هذا الفريق هو فريق اسرائيل الحالي في لبنان. يا عمي هناك فريق لا يخفي بعد اليوم انه جزء من مشروع كل شعارات اسرائيل في لبنان. يعني انا ارى انه 14 اذار هي الوريث الشرعي الصريح والرسمي لحركة سعد حداد. وتسألونني لماذا اهاجم 14 اذار اكثر من غيرهم؟ لانه يعني لا اريد ان افقد البوصلة، يعني لا اريد ان افقد البوصلة ببساطة شديدة. يعني اما بالنسبة ل هناك كثير من الاسئلة، يعني انه الفوضى، أنا صحيح قلت في مدونتي يعني لا أريد أن أدافع عن أي نظام عربي، ولا أريد أن أساهم بإطالة عمر أي من الأنظمة العربية أو من النظام الإيراني للحظة واحدة. وأنا أقول بين الحفاظ على أي نظام عربي أو إيران وبين الفوضى، أختار الفوضى، لأنه في الفوضى مجالات للتخريب، وهذا ما أنا أنتظره في عدد من الدول العربية، بأنه عندما تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة العربية إلى تشكيل أنظمة رجعية كجزء من الثورة المضادة، نستطيع أن نستغل حالة الفوضى في مصر أو غير مصر، وذلك للتخريب على الثورة المضادة، ولدي أمل بأن يحصل ذلك. بالنسبة لمسألة عزمي بشارة، لقد سئلت كثيرا عن هذا الأمر، يعني أقول ما يلي: أنا أمثل نفسي، أنا أمثل نفسي، يعني أستطيع أن أشرح لكم ما قلت أنا في الماضي، ولكن لا أستطيع، يعني لا أمثل غيري، يعني لا أمثل عزمي بشارة أو أي شخص آخر. بالنسبة لملابسات يعني الشريط الذي بث، أنا كنت أتوقع من الرفيق عزمي بشارة يعني أن يشرح ملابسات هذا الأمر في البرنامج الأخير في العمق، ولكن لم يحدث ذلك، وقد يحدث ذلك في حلقة مقبلة، لا أدري. أنا شخصيا أقول أنه يعني يجب أن نصر عبر ظهورنا على محطة الجزيرة أن ندحض مخطط الجزيرة في العالم العربي. يعني يجب أن نصر على ذكر البحرين، يجب أن نصر على التعاطي في المسألة السورية كما نريد لا كما تريد المحطة، كما أننا يجب أن نصر على عدم ترتيب مسبق في أي موضوع مع الجزيرة، وذلك كي لا نخدم يعني من دون قصد أو من قصد
مشروع الجزيرة السياسي الذي بات معارضا للمشروع السياسي الذي نريده للمنطقة العربية. ماذا سيحدث للمقاومة في حال سقوط البعث؟ أنا أقول لكم ولكنا، يعني أرجو من مؤيدي النظام السوري أن لا يربحونا جميلا بالنسبة لتأييد سوريا للمقاومة. لقد أيدت سوريا المقاومة ليس من أجل سواد عيون المقاومة، وإنما من أجل مصلحتها هي. هي ارتأت أن تخدم المقاومة في عام 2006، وهي ارتأت في عام 1976 بأن تحارب مقاومة إسرائيل في لبنان. أنا من جيل يتذكر كيف دخل النظام السوري إلى لبنان في 76 من أجل هزيمة مشروع ثوري يساري كان يريد أن تصل المقاومة إلى السلطة في لبنان. أجهض النظام السوري تلك المحاولة الثورية الجنينية العربية التي كنت واحدا من صغارها. ولهذا أنا أقول بأنه لدي ثقة بالشعب السوري لو تغير النظام هناك، بأن ليس فقط تستمر أو يستمر دعم المقاومة، وإنما أن تزداد كي تشمل فيما تشمل الجبهة السورية مع إسرائيل، لعلنا نحرر المزيد من الأراضي العربية. وشكرا لكم ولاستماعكم، وتصبحون على خير على أمل لقاء آخر. ومرة أخرى أود أن أختم بأن أحيي بقلبي وبدموعي رفيقي أياد نور الدين المدور، الذي نحتفل بعد أيام بذكرى تلك العملية التي أطلقت هذه الجبهة التي ننحني إجلالا لها. شكرا لكم جميعا. شكرا لك دكتور أسعد، وتحية للشهيد إياد ولكل شهداء جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية. رح نعطي الرفيق أليكس من شان النشيد الأممي. تفضل رفيق.